جزيرة إليفانتين، وهي من أهم المواقع الأثرية اللي موجودة في أسوان. إليفانتين هي المقاطعة الأولى من ضمن مقاطعات الوجه القبلي. المسمى القديم بتاعتها أبو. أبو دول ربما تكون مشتقة من الفيل أو سن العاج، على اعتبار أن هذا المكان هو المكان اللي كان فيه السوق التجاري الأفريقي، يعني تبادل المنتجات المصرية مع المنتجات الأفريقية كان بيتم عبر هذه الجزيرة. الجزيرة فيها مواقع أثرية متعددة وعلى هيئة طبقات بتمتد من عصور ما قبل التاريخ لحد نهاية العصور اليونانية الرومانية. موجودة فيها طبعا معابد مهمة جدا، لأنه الثالوث اللي كان بيعبد في إليفانتين هو الثالوث بتاع أسوان، اللي هو خنوم، الإله خنوم، الإله المشكل للبشر أو الإله الخالق، ومعاه زوجته الإله ساتت وإلهة الشلال الإله عنقت. الثالوث ده هتلاقوه في كل معبد موجود في مدينة أسوان هنا، هو باعتباره ثالوث أسوان الأول. جزيرة إليفانتين فيها عدة معابد موجهة إلى هؤلاء الآلهة، يعني في معبد مهم جدا لمعبد الإله ساتت. النواة الأولى بتاعت المعبد بترجع لعصور ما قبل التاريخ أو ما قبل الوصول، على أساس أن بداية المعبد ده عبارة عن صخرتين، وكان عملوها هيكل مع الصخرتين، اعتبروا ده أن هم المقدس فيه. المعبد ده استمر وموجود لحد تطابق العصور، لحد نهاية العصور الفرعونية. المعبد الثاني المهم وراه جنبه على طول مباشرة وهو معبد الإله خنوم. الجزيرة مهمتها على انها المقاطعة الاولى، وعلى ان زي ما احنا شايفين ورانا مقياس النيل، ومقياس النيل ده احد العناصر المهمة جدا في المعابد الموجودة في المعابد المصرية. مقياس النيل ده عبارة عن درجات داخل المقياس بتعبر عن ارتفاع فيضان النيل من الداخل، على اساس بيقيسوا قد ايه المصريين هيدفعوا من الضرائب في العصر نفسه. جوه الجزيره في وثائق مهمه جدا تم العثور عليها، هي اسمها الوثائق الاراميه. المؤسف له ان الوثائق دي موجوده خارج مصر كلها، هي عباره عن برديات مكتوبه باللغه الاراميه، وهي اللغه العالميه المستخدمه في العصور المتاخره بالنسبه لمصر، يعني ترجع للقرن الخامس قبل الميلاد. البرديات دي بتحكي عن قصه حدثت في الجزيره دي، قصه مهمه جدا لازم الناس تكون عارفه حدث ايه في البرديات دي. كان في بعض المرتزقة الجنود اللي هم هاربين من إسرائيل وجم استقروا في عصر الأسرة 26 نهون، عملوا نواة على أنهم جند مرتزقة وموجودين داخل المكان. كان لهم معبد، المفترض أن المعبد ده بيتعبدوا فيهم للإله يهوى، ولكن المعبد الرئيسي اللي موجود في الجزيرة هو معبد الإله خنوم. خنوم الرمز بتاعه هو الكبش، لكن الجماعة اللي هم المرتزقة اليهود اللي كانوا موجودين في الجزيرة كانوا بيقدموا قربانا فبيذبحوا الكباش. حدثت مشادة عنيفة ما بين كهنة هذا المعبد وما بين اليهود، على أساس أنه إزاي ده إهانة لرمز الآلهة المصرية، وحدثت مشادة لدرجة أن المصريين دمروا لهم المعبد بتاعهم. وربما تكون دي القشة اللي قسمت ظهر البعير، لكن في حاجة تانية كانت مضايقة المصريين من المرتزقة اليهود، أن المرتزقة اليهود تعاونوا مع المحتل الفارسي للبلد، وعشان كده قرروا أن هم يعاقبوهم أنهم يتعاونوا مع المحتلين اللي جايين يحتلوا مصر.
الجزيرة برضو فيها وثائق مهمة جدا هي بتحكي عن الحياة المصرية القديمة في القرن الخامس قبل الميلاد. في طبعا وثائق الطلاق ووثائق الجواز وفي بيع الأراضي وبيع المساكن، وكان في الناحية المقابل لجزيرة إليفانتين اللي هي جزيرة اللي هي قلعة أسوان، فكان برضو في اهتمام ما بين القلعتين عما يحدث في الجزيرة. طبعا احنا بنلف حوالين جزيره الفنتين وفي الناحيه الجنوبيه اللي هو ورانا على طول زي ما انتم شايفين بوابه ابو الحطب الثاني واضحه اهي قدامنا، وموجوده ايضا بوابه اجواله، ودي من عصور متنوعه. ميزه الفنتين ان هي بتدي للمشاهد المصري او للمشاهد الاجنبي تطابق العصور، يعني هي بتمتد من عصور ما قبل التاريخ، احنا بنتكلم على 3800 قبل الميلاد وبنستمر لحد مستمرين لحد نهايه التاريخ المصري. فعشان كده قيمة الجزيرة دي قيمة مهمة جدا، قيمة تاريخية. احنا زي ما احنا ماشيين دلوقتي في حوالين جزيرة إليفانتين، لابد ايضا ان احنا نذكر انه السوق الافريقية كانت بتمر عبر ده، لانه الحاكم اللي موجود في المقاطعة الاولى كان من الدور المكلف به انه يرسل حملات لاستكشاف افريقيا، يعني يبعت حملات يشوف ايه افريقيا بتمتد لحد فين او يوصل في العمق الافريقي لحد فين. ليه؟ لانه بيجيب المنتجات الافريقيه هنا اهو ويتبادلها مع المنتجات المصريه. ايه بقى المنتجات الافريقيه اللي كانت بتيجي هنا؟ اللي هو سن الفيل، اللي هو العاج والذهب وجلود الماشيه، كل الحاجات دي كانت بتيجي وتتحط في جزيره إليفانتين لانه يعتبر سوق تجاري. بيجي المصريين يتبادلوا مع المنتجات دي زي الباردي، الكتان، الزيوت المصريه.